بتحبوا الكاكا؟ كنا بنصور حلقة في قرية اسمها فيشة، وطول ما احنا ماشيين على الطريق لاقيين كاكا بتتباع على الطريق طول ما احنا ماشيين، فسألنا عرفنا ان القرية دي اشهر البلاد اللي بتزرع الكاكا. اهلا بيكم نورتونا. تفتكر الفيديو ده هيجيب كام الف لايك؟ 20,000 لايك. 20,000 لايك؟ ان شاء الله هنشوف الناس هتوصلوا ل 20,000 ولا لا. الجدير بالذكر ان في نوعين من الكاكا، نوع بناتي ونوع فيه بذر، وكل الشجر الموجود هنا في المزرعه اللي بقالها 50 سنه بناتي. يعني ايه بناتي؟ يعني لما تفتح الكاكا من جوه هتلاقي جواها الفصوص اللي احنا بنحبها جوه الكاكا دي، ومستحيل تلاقي جواها بذر. ومن ضمن الناس اللي احنا لقيناهم واقفين على الطريق ام محمد. انت بقالك قد ايه شغاله في الحوار ده؟ بقالي كتير، بقالي بتاع 15 سنة. بتبيعي الكاكا؟ ببيع الكاكا. هل بتبيع الكاكا بس ولا حاجات تانية؟ لا، ببيع فاكهة تانية. زي ايه مثلا؟ زي تفاح، زي خوخ، زي مانجا. بيتزرع هنا برضه في قرية فيشة دي؟ اه، بيتزرع في فيش، زي برتقال، زي كل حاجة، الفاكهة الموجودة كلها. يعني على حسب الموسم بتبدأ انك تجيبي الفرشة بتاعتك وتبيع يعني؟ وتبيع على الطريق هنا برضه؟ على الطريق هنا خوخ وتفاح وكل حاجة. ودول الأصدقاء اللي بعتوا لي نجوم على الفيديو اللي فات، شكرا ليكم. ودلوقتي احنا وسط المزرعه بتاعه الكاكا، ودي الشجره بتاعتها زي ما انتم شايفين. انا اول مره في حياتي اشوف الشجر بتاع الكاكا. تعالوا مثلا نقطع كده، دي الثمره بتاعه الكاكا. تعالوا نعرف معلومات اكتر عن الكاكا. وما فيش حاجه في البلد هي الا شجره الكاكا، هي دي المعاش بتاع البلد كله على الكاكا دي. ولذلك ان هم كل واحد اللي عنده اهو بيقطع ويبيع ويسفر للسوق، واللي ما عندوش بيجيب ويطلع يبيع على الطريق يستاهل. اثناء جمع الكاكا بيبقى فيه ثلاث انواع. اول حاجه المستويه على الاخر، ودي طبعا هجمعها. النوع الثاني اللي بتبقى خضراء، ودي مستحيل تقطعها من على الشجره لانك كده ما استفدتش منها اطلاقا. اما النوع الثالث فهي اللي بتبقى تقريبا نص برتقاني كده، ودي باخدها واقطعها وابدا ان انا اشيل العواد بتاعتها زي ما شفنا هناك، ويحطوها بعد التنظيف والمسح يحطوها في الحراره، فايه اللي يحصل؟ تستوي. طب قولي لي ازاي اعرف الكاكا الحلوه من الوحشه؟ هي الكاكا كلها حلوه، مفيش كاكا وحشه عندنا. كل حاجه تربنا حلوه؟ كل حاجه تربنا حلوه. لا يعني المستويه اعرفها ازاي؟ المستويه بتبقى معسله، الجامده بتبقاش حلوه، بتتاكلش. اللي هي بتبقى خضره شويه كده وجامده دي ما اكلهاش. انما المفروض اكلها اللي هي تكون مثلا يعني ايه شبه دي كده، اللي هي الطريه. الطريه هي اللي بتبقى حلوه من الكاكا. ماشي يا ام محمد. الجدير بالذكر ان هم زارعين جنب شجر الكاكا مجموعه من الفواكه زي اليوسفي، وكمان زارعين قصب عشان تيجي تقعد وتتمزج بالفواكه. العيب الوحيد اللي فيه نقطه سوداء، نقطه سوداء دي بتبقى الذبابه فيه، دي الذبابه فيها تبقى هي دي حبايه ما تنفعش للاكل ولا تنفع لاي حاجه. في حاجه مهمه وانت بتجمع الكاكا، وهي ان هي بعد ما تستوي لازم تقطعها بالطريقه دي، والاهم من ده انك تسيب الحاجه اللي اسمها الطراح، لان هي دي اللي هتطرح السنه الجايه. لو اتقطعت يبقى انت كده بتضر الشجره. ودلوقتي عم طلعت قطع لنا عود قصب عشان ندوق. وادي عود تاني. طبعا القصب تخين جدا وزمانه مسكر على الاخر. دوقتوه السنه دي ولا ايه؟ زي الفل. جميل كده. صورنا على الكاكا وكمان هنشرب عصير قصب. وانت بتقطع القصب زي ما انتم شايفين على صبعي كده هتلاقوا فيه اشواك بسيطه، هي طبعا بتتشال مع الغسيل، دي بتبقى موجوده في الورق بتاع القصب. وانت شايفين قدامكم الخشبه دي، دي الفرع تقول وهينكسر، فبنشيله بقى الخشبه دي علشان يفضل مساعد مع شيل الطرح لحد ما نشيل. قولوا لي في التعليقات بتحبوا الكاكا؟ الجدير بالذكر ان القصب دايما بيبقى فيه حاجه من فوق كده رفيعه وبتبقى مره اسمها الزعزوعه، تبقى اخر القصب هي دي، وطبعا دي ما بتتاكلش عشان طعمها بيكون مر. انما الجزء اللي من تحت ده هو اللي بيبقى مسكر جدا. موسم الكاكا هنا في المزرعه بيبدا من نص شهر 9 وبيستمر لغايه شهر 12 تقريبا. ومعناه ايه؟ انه بيبداوا ان هم يجمعوا الكاكا سواء كانت هي مستويه على الاخر او لسه يعني ما استوتش على الاخر، ويبداوا ان هم يعرضوها للبيع. وهي بتحب درجه الرطوبه، كل ما يكون في درجه رطوبه في الجو تستوي اكتر. انما طول ما الجو حار يحروقها وتنشف. عم طلعت لسه قايل لنا ان انا لو حابب ان انا ازرع القصب فيه اكتر من خيار، ممكن انا احط العود كامل في الارض وهيبدا ان هو يطلع من عند كل عقده من دي قصب، او ان انا جاي اقطع مثلا من 2 لـ3 عقل وبعد كده ازرعهم في الارض، ولازم اغطي عليهم طبعا، وبرضه بيطلعوا كل عقده من العقل دي بيطلع منها القصب. واحنا دلوقتي بنتحرك وسط الشجر بتاع الكاكا وماسكين عود القصب.
وهي دي الاستراحة اللي بيقعدوا فيها وسط الشجر، ياكلوا كاكا ويمصوا قصب. طيب بما ان الشجر الموجود هنا في المزرعة ما فيهوش بذور، طب يا ترى كل الطرح اللي هيجي بعد كده هيجي منين؟ بيتزرع اكتر من مصدر، اكتر من مصدر للزراعة. في شجر بنزرعه هو مخصوص بيجيب ثمر في بذور تزرع. في عمليه كمان لانبات الكاكا، وهي ان هم بيجيبوا جذع شجره من شجره قديمه للكاكا بس يكون فيها العقله كده عند البرعم بتاعها، ويقطعوها بقطر ويروحوا للشجره الشيطاني اللي طالعه من الجذور ويبيتوها فيه، والعمليه دي اسمها تطعيم. الناس بقى في المعصره بيبداوا ان هم يشيلوا الحاجات دي وينظفوا الحتت اللي عند العقل، وبعد كده يحطوها في المكنه عشان يتعصر ويبقى عصير اصلا. والمرحله الاخيره ان هم بعد ما جمعوا الكاكا بيقصوا العنق بتاعها ده، وبعد كده بيبداوا ينظفوها من الخارج عشان تروح للحراره. ودي كانت حلقه جديده مع الخيميائي عن الكاكا من قريه فيشها بنا، واشوفكم في حكايه جديده. سلام.